ايه ده؟ ايه؟ دي عربية رضوى. يعني اخواتي فعلا هنا زي ما توفيق قال. هنعمل لهم ايه يعني؟ مستحيل اسلم نفسي قدامه. ليه؟ بتتكسفي تسلمي روحك قصاد حد؟ مستحيل احط نفسي في الموقف ده قدامه. انا غيرت رايي. بت تعالي هنا بت، اقسم بالله اكلك مقص يوقعك يسففك التراب. ما احنا كده كده هنتعكش. تعالي هنا اهو. لا مش هنتعش. ازاي؟ احنا نهرب من هنا يا سكين. بيه؟ بالعربية دي. وفي مفتاحها. لا احنا مش هنسوقها. تعالي فهمك. خد بيتك تودي له. لا نركب هنا. ما تيجي تسلم نفسنا يا رانيا. انت قلتي كده. انا مستحيل اسلم نفسي قدام الناس دي. سلام. تعرف ان انا كنت بثق فيه وثقتك في محلها والله يا باشا. طب انت عارف دلوقتي ان انت لابس تهمه تستر على اتنين مجرمين وان هاخدك معايا مش هتشوف الاسفلت تاني؟ تستر على مين يا باشا ومجرمين مين؟ انا ما شفتش هنا مجرمين والله العظيم. ماليها دعوه بالحوار؟ وبعدين انا اصلا كنت جاي اقرا الفاتحه لخالتي ام مسكينه عشان هي مسكينه ماتت قبل ما البنت تتجوز. جات لي في المنام قالت لي ما بتزورنيش ليه يا عربي؟ جيت ازورها. في مشكله بقى مع خالتي ام مسكينه والحكومه، حلوا معاها يا باشا. لا يا راجل، وخالتك ام مسكينه اللي طالبه منك البيتزا دي؟ في ميري حلوه يا باشا على الاكس. ولا انت هتهزر معايا؟